السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم أبنائي؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير ودائما ضمن الوحدة الأولى والأخيرة من هذه السنة بالنسبة للمستوى الثالث ابتدائي، وضمن الأسبوع الأول من مجال الرحلات والأسفار. إذا اليوم أبنائي سنشتغل على الوضعية التواصلية. إذا خذوا معي مقرراتكم الدراسية صفحة 191، وهيا لنبدأ على بركة الله. هل فتحتم الكتب؟ إذا انتبهوا معي. العنوان هو أصف مكانا زرته. إذا ماذا سنصف أبنائي؟ ماذا طلب منا؟ أحسنتم، طلب منا أن نصف مكانا قمنا بزيارته. لنقرأ هذا النموذج الذي بين أيدينا لكي نستطيع فيما بعد أن نقوم بوصف مكان قمنا بزيارته. إذا أسمع وأتواصل. في المساء سأل عماد جاره عليا عن غيابه، فدار بينهما الحوار التالي. إذا انتبهوا للحوار الثاني رضي الله عنكم وأرضاكم. أهلا علي، أين كنت؟ كنت في رحلة مدرسية. إلى أين ذهبتم؟ ذهبنا إلى منتزه جبلي يكسو أرضه بساط أخضر مزركش بالزهور. مزركش خطأ مطبعي فقط، انتبهوا له، فلنقوم بتصحيحه بقلم حبر أسود. أخضر مزركش. تحفة، تحفه أشجار مورقة وتطير في سمائه عصافير مغردة. يخترقه جدول ماؤه صاف زلال. ما أجمل الطبيعة في فصل الربيع. إذن أبنائي لدينا هنا حوار بين صديقين، يقوم فيه صديقنا بوصف منتزه جبلي قام بزيارته. إذن أبنائي سوف تحاولوا أن تقوموا ب إعادة الحوار كما تعودنا دائما مع أخ لكم أو مع أمكم أو أبيكم، المهم أحد الأشخاص، لكي تستطيعوا أن تقوموا بحفظ هذا الحوار. إذن من خلال هذا الحوار الذي قمنا بقراءته قمنا بوصف منتزه. إذن كيف كان ذلك المنتزه؟ هل هو منتزه وسط الغابة؟ هل هو منتزه وسط الطبيعة؟ إنه منتزه جبلي، أحسنتم. يكسو أرضه بساط أخضر مزركش بالزهور، يعني به بساط أخضر، به أعشاب خضراء وبه زهور مختلفة. مزركش يعني أنها متعددة تزين ذلك الفضاء. ثم تحفه أشجار مورقة، يعني به أشجار كثيرة وبه طيور وبه عصافير مغردة وبه جدول ماء صاف زلال، يعني زلال نقي يجري وسط الطبيعة. إذن أبنائي بعد أن قمنا بوصف مكان زرناه أو زاره صديقنا، سأطلب منكم أن تقوموا بوصف مكان زرتموه أنتم أيضا شفويا مع آبائكم. قوموا بتشخيص الأدوار أنت ووالدك أو أمك أو أختك، وحاول أن تنتج مثل هذا الحوار، وقم بوصف مكان من الأمكنة التي زرتها. إذن أبنائي بعد ذلك سوف ننتقل إلى الكلمات البصرية.
تتذكرون معي الكلمات البشرية التي نقرأها في كل بداية أسبوع؟ لدينا الكلمات البشرية لهذا الأسبوع وهي قد، كما، هي، حتى، البيئة. إذن هذه أساليب يجب أن نتذكرها لأننا سوف نستعملها خلال هذا الأسبوع. أما القراءة المشتركة التي تعودنا عليه دائما فإننا نقرأها جماعة ونشترك في تحليل موضوعها. الموضوع الذي لدينا اليوم هو أحب وطني. إذن انتبهوا معي. كم أحب هذا المغرب الأروع من كل روعة والأجمل من كل جمال. أحب بلادي حبا يزيدني فخرا وعزة. أرضها مسقط رأسي ومرتفع وعفوا ومرتع حياتي وموطن آبائي وأجدادي. هواؤها العليل ينعشني وسماؤها الزرقاء تظلني. إذن أبنائي، هنا وصف للوطن. هنا في التمرين الأول أو في المثال الأول وصفنا مكانا زرناه، هنا في المكان في المثال التالي نقوم بوصف الوطن، وهو وطننا جميعا المغرب، وبجانبه خريطة للمغرب الحبيب ومناطقها المتنوعة والمختلفة بألوان مختلفة. إذن أبنائي، سأترككم إلى الغد بحول الله تعالى لنبدأ في درس جديد وهو درس القراءة الوظيفية. غدا إن شاء الله سوف ننجزه.